هنبتدي بفخر كده يا هند واعتزاز الحقيقة ببلدنا وكل حاجة بتحصل على أرض بلدنا. خلوني أقول لكم كده حاجة دايما لما بنسمعها، جملة دايما لما بنسمعها بنحس قد إيه إحنا فخورين ببلدنا. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. الكلمات الحلوة دي للشاعر الرائع والراحل حافظ إبراهيم، ويمكن دايما لما بنسمع الأغنية دي تحديدا نحس ان احنا الله ايه ده، قد ايه احنا فخورين بالبلد دي، قد ايه فخورين على اللي بيحصل فيها. مصر فعلا الحضارة، مصر التاريخ، مصر التحدي. كنا فين يا جماعة وبقينا فين، وازاي بلدنا بتتطور، وازاي كل يوم بيحصل فيها جديد، وازاي بنشوف انجازات، ازاي بنشوف تطوير، ازاي بنشوف تنمية في كل حتة، ازاي بنشوف اعمار في كل حتة. كل الحاجات دي كل ما بنشوفها كل يوم بنحس قد ايه الحمد لله، بنقول من قلبنا كده الحمد لله انه احنا عايشين وبنشوف ده على ارض الواقع، انه الحمد لله كل يوم بلدنا في جديد، ان الحمد لله احنا بلدنا ام الدنيا وقد الدنيا. والحقيقه كل يوم لما بنشوف كمان الافتتاحات الكتيره اللي يمكن بتحصل في كل شبر على ارض بلدنا، بنكون كمان حاسين اكتر بالفخر والاعتزاز بالانجازات الكتيره. ويمكن كمان امبارح وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيفتتح زي ما انتم شايفين كده مجموعه من المشروعات التعليميه، كنا قد ايه سعداء جدا يا جاد. شايفين اهو امبارح يمكن ناس كتير جدا مننا تابعت المجهود العظيم اللي الدوله بتعمله طول الوقت في كل المجالات، ايد بتحمي وايد بتبني وبتعمر. يعني بجد امبارح فعلا المشروعات التعليميه اللي تم افتتاحها ببرج العرب، في الحقيقه انه كان الرئيس وجه من خلالها او من خلال تواجده هناك حده رسائل، والرسائل مهمه كمان يا محمد. رسائل كتيره جدا، وخلينا نقول لك يعني انفاقات الدوله في قطاع التعليم والتعليم العالي غير مسبوقه في الفترات في السنين اللي فاتت، وبنشوف يعني وبنلتمسها على ارض الواقع من خلال المشروعات والحاجات الجميله اللي سياده الرئيس بتفتحها. وخلينا اقول لحضراتكم انه فعلا سياده الرئيس وجه رسائل مهمه وقويه وواضحه خلال افتتاحه للجامعه المصريه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب امبارح، خاصه لما قال اوعوا حد يضحك عليكم بكلام كذب وجهل، واقسم بالله ده تآمر وخيانه بتهدوا الدول ليه. وفي رساله اخرى لأهل الشر يعني سيادة الرئيس وجه كلام مباشر وواضح وصريح وقال ابعدوا عننا بشركم، دي فيها 100 مليون عاوزينها تتقاتل وتتخرب، احنا بنصلح اللي بقاله سنين متساب. كلام صريح ومفيش أكتر من كده، يعني مواجهة وصراحة وشفافية يعني من اللي احنا شفناه واللي قدرنا ان احنا نستشفه خلال كلام سيادة الرئيس امبارح، خلال المشروع الجميل اللي كله إيجابية، جامعة جديدة وجامعة هي وكأنها رسالة إنه مصر هي اللي بتسعى للتقدم، مصر هي اللي بتسعى إن قطاع التعليم فيها يبقى إيجابي ويبقى أفضل ويتحسن يوم بعد يوم. وده ما ينفعش يبقى كلام، هو بنشوفه واقع يعني، وده شيء يفرح الحقيقة يعني. طبعا شيء يفرح جدا، والرسائل اللي بتتكلم عنها كانت مهمة كلها شفافية. عايزة أقول كمان من ضمن الرسائل المهمة اللي قالها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلوني أقول لكم كده بالنص قال إيه سيادة الرئيس. قال إلى المصريين، رهنت عليكم وعلى وعيكم وقدمت نفسي بالجيش فدا مصر، لدينا عقول وإرادة شعب يريد تغيير واقعه لمستقبل أفضل، وسنعمل كل شيء جميل لبلدنا لحد الدنيا ما تحتار من اللي بنعمله. كلنا معاك يا رئيس، وكلنا فدا البلد دي، وكلنا مع البنى ومع التعمير ومع الانجازات، كلنا فخورين بكل حاجه بتحصل على ارض بلدنا، كلنا كمان فخورين لما بنتاكد وبنشوفها كده على ارض الواقع، وكمان بتاثر فينا وبنعيشها وبنحس قد ايه فرقت معانا وغيرت حياتنا كمان. خلينا نقول تحيا مصر، تحيا مصر بكل الناس اللي بتشتغل فيها دايما وعارفه تكون قد المسؤوليه. وكمان يا لميس يعني في عز ما القيادة السياسية والدولة بتسعى ان هي تبني وتعمر، هي شايفة اللي بيحصل حواليها ويعني لا تغفل اي شيء، وهي الرسائل اللي احنا سمعناها امبارح بتدل انه يعني واحنا شغالين لا احنا شايفين ايه اللي بيحصل حوالينا ومتابعين ومراقبين ومفيش حاجة يعني بتفوت يعني، لان هو كان يعني سيادة الرئيس امبارح حذر من يعني تجارة الدم
وبائع الوهم المنتمين للجماعه الارهابيه، تحديدا لما قال ان هم عاده ودائما بيحاولوا ان هم يصطادوا في الماء العكر، ووجه رساله واضحه ليهم وقال لهم ابعدوا عننا بشركم. الوجه المعلن لجماعات التخريب هو التغيير للافضل، ولكن الخفي في الحقيقه هو التدمير، تدمير الامه. واقسم بالله بيضحكوا عليكم، لكني واثق في وعي الشعب، واحنا الحقيقه واثقين في وعي القياده السياسيه وتحرك الدوله واستراتيجيتها ورؤيتها للامور بكل تفاصيلها وكل مفرداتها، وشيء مبشر. وباذن الله لا هيكون في تخريب ولا هيكون في تدمير ولا هيكون في اقتتال، هيكون في اعمار وتعمير. بس كده، عمير وبنا دايما يا رب. انجازات كده كل يوم بنشهدها وبنشوفها وافتتاحات كتيره.